هلا والله يا شباب، ارحب 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 ارحب، اهلا فيكم، اهلا بيكم، اهلا 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 وسهلا. ارثر عيان طبعا زي ما انتم شايفين. امبارح رحنا جبنا القتل المتسلسل، فاهمين يعني، هو الراجل اللي هو عمال ماشي يقتل في الناس دوت ويقطع روسهم ده، مهم يعني. فمسكوا امبارح ارثر طبعا، مسكوا ظبطه، بس للأسف الفيديو ما كانش كويس. الناس السكرانين لا، الخربانين اه. مالها دي؟ عايزة ايه يا وليه؟ خير؟ خير، اللهم اجعله خير. ماشي، طالما فيها فلوس نروح. تعالي، طالما الموضوع فيه فلوس هنروح. نشرب لنا بقى سجارة كده بقى، عشان ايه؟ عشان نحل الكلام. اشرب يابا سجارة كده عشان نحل الكلام. هو الراجل ده طالع معانا ليه؟ عم سباي ونيو ايه بس، انا جيت ناحيتك. شو هايدا؟ شو هايدا انت يا خيو؟ شوف يا الويل، شوف ايه يخرب شيتك، يخرب بيتك. ماسك واحد قتلها، دول من بائعات الهوى. لا لا مؤاخذة يا سنيورة، لا مؤاخذة يا سنيورة، لا مؤاخذة، احنا نروح نسلمك للشريف على طول. احنا بتوع الكلام ده، انت شايفانا يعني بتوع الكلام ده؟ عالي، ما نلوتك، معاك فلوس؟ الله العظيم. انا موديك للشرف يا اختي، ده رزع الراجل حته بتاعها في صدره، سكينه بتاعت الاكل. ما عندكوش رحمه انتوا، ولا عندكوا رحمه، ولا عندكوا حاجه. فين يا عم الشرف بتاع الامن والامان اللي عامل لي فيها امن وامان؟ ما الناس ماشيه على حل شعرها ايه؟ والله لما بصي، لما تقفي على صابع رجليك مش هسيبك. في قانون في البلد دي، ده فالنتاين يعني، مش اي بلد، في قانون. ان شاء الله خير. تعالى يا عم الشرف، تشوفوا شغلكم بقى يا اخوانا بقى. ايوه قتلت واحد يا باشا، ناديتني من الشارع في نص الليل وقتلت واحد. ماشي، خش يابا في السيل، خش. كدابة كدابة. يلا اديني فلوس بقى يا شرف، في فلوس؟ ماشي، نجيب هطلع 10 دولار ولا حاجة، 10 دولار ولا حاجة، دي 11 دولار. يلا، وبالنسبة للراجل اللي مقتول ده هنعمل فيه ايه؟ ازيك يا حاج، شفت اللي حصل انت امبارح؟ واحدة قتلت واحد. يلا. الله العظيم. هنطلع نشوفه تاني؟ أنا خايف أطلع البوليس يتهمها فيا أنا. قتلة واحد يا بنت الكلاب. بائعات الهوا اللي شغالين في الصالون.
طب انت يا معلم ايه؟ انت وضعك ايه؟ مالكش اهل يسألوا عنك ولا مالكش حد ولا ايه؟ شكله ملوش حد يسأل عنه. الناس اللي في الصالون دي انتوا قرون؟ ده الرجالة خربانة. بص الرجالة خربانة مش فايقة اصلا. هما بيعملوا ايه؟ دول مطبقين من امبارح بالليل. اديني يا باشا شوية سوداني من اللي عندك دول. اديني شوية سوداني وشوية ألموند. كل قرص الكل. وبعدين المواعين والاطباق دي مش مغسولة ليه؟ الحاجات دي مش مغسولين ليه؟ ها؟ انتوا عالم رمم. انا استقرار الام مشي اهو. خد يا انت عارف بيتكو فين؟ ده الرجاله صح لسه صاحي الصبح. عامل نفسه فيها ولا ولا enough of your business. تعال ولا your bullshit تتت ولا 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 الله الله العظيم. يلا هو كله يروح لحاله. يلا ولا الكلاب من هنا. يلا لا يلا لا امشي. الله انت في ليه ورانتي؟ يلا غوري. نعم انت ايه مشكلتك؟ يلا يلا غور يلا. الله ماشي بتشتم وتجري انت. ها ماشي اجري 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 اجري. وين اجري؟ وعلى فين حصاني؟ حصاني حصاني ولسانك حصانك لو صنت صانك وانهنت هانك. راح تشتم الشرف وتشتم الناس. تلقى وعدك تلقى وعدك. فين حصاني يا شباب؟ انت فين يا مسعد؟ تعال يلا يا مسعد. عايزك بص طلقة تجري طلق. حاسب حاسب الصخرة يا مسعد. ما خلاص يا جدعان ما غلطناش يعني في الرسول يعني. عاملين اللي فيها شرف وبتاع. ما واحد قتل واحدة اهو محدش اتكلم معاه. اجري يا اجري يا. طيب يا شباب زي ما انتم شايفين رحنا امبارح بالليل كده مسكنا الست اللي هي بتقتل في الناس ديت. بتجيب الرجاله طبعا هي بقعت هوا يعني شغاله في الحرام. فاهمين طبعا فاهمين قصدي شغاله في الحرام ازاي يعني. مش عايز افسر يعني. المهم المعلمه دي ماسكه بقى الرجاله بتجيبهم عندها في الغرفه وبعد كده تقتلهم يعني. رحنا امبارح سلمناها بقى للشريف وبتاعه وادانا 11 دولار. انا قلت هي هيظرفني 500 دولار اروق على مسعد الحصان بس يلا ما حصلش نصيب. كده يا شباب يبقى نهاية الفيديو بتاع اليوم. وما تنسوش طبعا الدعم للقناة والسبسكرايب الجميل بتاعكم. واللي عايز يعمل اي كومنت يعمل واللي مش عايز برضه يعمل. انتوا حريتكم يعني. شكرا جدا ليكم وشكرا للدعم. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وحلقة جديدة من سلسلة ريد ديد ريديمشن 2.